الحرارية الجديدة لإزالة حماية سامسونج أندرويد 11 وأندرويد 12، وكمان بتنفع على أندرويد 10. الحاجة اللي هشرحها في الفيديو ده هو خطأ بيحصل بعد لما تفعل الـ ADB من خانة الطوارئ زي ما وضح قدامكم في الفيديو. في تركاية معينة بتحصل إن التليفون بعد ما تعمل ريسيت FRB ما بيكملش. بعد ما فعلنا الانيبل اي دي بي بتدخل نجم شباك، ده نجم شباك مكالمة الطوارئ عشان تفعل الاي دي بي. بعد ما يتم عملية تفعيل الاي دي بي هتختار حاجة اسمها ريسيت اف ار بي عن طريق الاي دي بي. في حالات اللي هو ما يتعرفش معاك اول مرة بتفك الكابل وتوصله تاني هتلاقيه يتعرف معاك طبيعي. ازاي تعرف اللي هو متوصل اي دي بي؟ في برنامج معين هسيب لك الرابط في الديسكريبشن اسمه بيدا نت، ده بيعرفك التليفون موصل اي دي بي ولا لا. زي ما وضح قدامك على اليمين ظهر ان التليفون اتوصل اي دي بي. بعد كده البوكس هنا يبدا يعمل شغله اللي هو يعمل ريسيت اف ار بي عن طريق خانة الاي دي بي. كده التليفون معانا المفروض هو انه فتح. في هنا اخطاء بتحصل ان السيستم بيبقى عليه حماية عالية والتليفون مش بيرضى يكمل عملية التخطي. بيجي هنا وبيقول لك ان تقلك انك لازم تسجل جوه البلاي علشان تلغي الحماية اللي عليه. هتروح للتليفون الاول لازم تعمل له رمز حماية. بعد ما تعمل رمز حماية هترجع ترستر التليفون وتفعله. لو اشتغل معاك طبيعي وراح الرسالة اللي بتيجي دي فخلاص انت كده تمام. لكن في حالة اللي هو مراحتش خانة انك لازم تسجل ايميل فكده انك لازم تفرمت التليفون بس بعد ما تعمل الرمز وتبدأ تفتح التليفون وتسجل الدخول برمز التليفون بدل الايميل. وده ان شاء الله هنشرحها في فيديو تاني بس لما يجيلي الجهاز وابدأ اوضح لكم الاخطاء ايه واشرحها لكم في فيديو مختصر.